شدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث حرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار. كما تطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وأعرب رئيس وزراء اليابان عن تقدير بلاده لدور مصر ولجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة.